Thank you.
تربوية وتربويا ومتربي على الناحية الوطنية، وازاي ان احنا نختلف مع الاخر من غير ما تحصل مشاكل وحاجات زي كده. تمام، هل دي اول فعالية تنزلها ولا دي كذا؟ يعني هي كذا فعالية؟ ما تعديش الفعاليات اللي احنا شاركنا فيها كتيرة جدا. زي يعني كل احتفالات اكتوبر، فكل المناسبات الوطنية والقومية اللي هي بتخص البلد بتاعتنا، بنشارك في اي حملات عن طريق الشباب والرياضة او عن طريق المحافظة او عن طريق جروبات بالتعاون. ساعات بنعمل تعاون مع بعض الاحزاب في بعض الشق الوطني اللي هو الاجتماعي. الله الاول يحب الحق. الدين والكفر والكفر يد الواحد عين والطفل مظلوم. ربنا يخليك يا عم. عشان كده عشان افندي البيت باشا بيديك كل حاجه.